بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده معاكم مكرونة بشاميل من نص كيلو لحمة. بقى عملنا ايه؟ كفتة ومكرونة بشاميل. هي طبعا مش محببة ليا انا شخصيا قوي، بس بعملها للأولاد وبعملها صينية صغيرة لأن مش بنفضلها كتير يعني. طبعا جبت معلقتين سمنة على 4 معالق دقيق وقلبتهم، وقمت جاية نازلة بنص كيلو لبن مراحل كده وكده، ننزل كمان مرة طبعا. كنت سلقة المكرونة، عملت البشاميل طبعا، خلطتها في الخلاط على فكرة يعني، سبتها تكتلت يعني. وكده حطيت شوية بشاميل في المكرونة، وجيت نزلت في الصينية في أرضيتها شوية بقسماط، وجيت حطيت شوية بشاميل تحت وهنزل المكرونة كده، وحط الحشو بقى اللي هو كنت معصجة اللحمة. طبعا انا عصقت معاكم اللحمة والحاجات دي قبل كده، انا عصقت اللحمة هو نزلها ده حوالي ربع كيلو، لان الربع التاني عملت منه كفتة بالبرغل عشان اللي ياكل ده واللي ياكل ده يعني. وجيت كده حطيت شوية جبنة رومي على شيدر، ونزلت شوية برضو بشاميل، وهنزل كده المكرونة بقية المكرونة. دي صينية صغيرة على فكرة يعني، اصغر صينية حلويات عندي، عاملة نص كيلو بس يعني، نص كيلو مكرونة على ربع كيلو لحمة. الواحد بيزهق يعمل ايه اكل بصراحة. هنزل اللي هو البشاميل ده، نحط على وشه بقى ان شاء الله مكرونة جبنة رومي على شيدر، خلطتهم في الكبة ودخلتهم التوستر الفرن. انا قطعتها طبعا وهي سخنه، لو كنت سبتها جمدت شويه كانت هتطلع على الخرطه بخرطتها، لكن انا طبعا وهي سخنه قلت ياكلوها وهي سخنه، فبتفك منك، تفك مني كده وبالهنا والشفا كده ان شاء الله. طلعت جميله وعاجبه ولادي يعني، الرومي فيها حلو، والمكونات اللي على الوش دي الجبن والحاجات دي حلوه. كنت جايبه جبنه برضو اللي هي كاري، بس ما حطيتهاش بصراحه، كنت مفروض احطها في البشاميل هتسيحها اكتر وتخليها جميله، بس انا بصراحه اكتفيت بالجبنه الروم والشيدر. وطبعا مش محروقه من تحت وحلوه وجوسي جميله اهو، وان شاء الله يعني جميله وبالهنا والشفا. وكل يوم البيت عايز، وكل يوم الحياه عايزه اكل وشرب وكلام من ده، وبالهنا والشفا طلعت جميلة.